اعلن وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو تعليق التزام بلاده باتفاقيه نزع الصواريخ النوويه المتوسطه المبرمه ابان الحرب البارده معطيا روسيا التي اتهمها بانتهاك الاتفاق مهله سته اشهر قبل ان تنسحب واشنطن نهائيا من المعاهده بومبيو قال في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزاره الخارجيه الامريكيه في واشنطن انه يجب ان يكون الامن اهم اولويات البلدين وان الاتفاقات التي التزمت واشنطن بها ينبغي ان تخدم المصلحه الامريكيه والدول يجب ان تحاسب اذا انتهكت القوانين